أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في البحث الماضي قد بدأ فعلا، وفي نهاية الحديث في مثل هذا البحث، وهو الحديث عن إبطال دليلية أو طريقية الدليل. نعم، أشرنا في البحث الماضي أن هذا البحث من الممكن أن يقع في أكثر من مقام، وهي مقامات، يعني ثلاثة مقامات. المقام الأول، أولا في بداية الأمر بينا ما معنى أن يكون للدليل طريقية، وهذا أمر يعني تم الوقوف عنده فيما تقدم. وبينا أولا الفرق بين أن يكون هناك قطع قابل للمنع وقطع غير قابل للمنع، باعتبار أن هذا الكلام لعله يأتي حتى في كلام المصنف عندما يشير إلى إمكانية التدخل من الشارع المقدس في إبطال مثلا دليلية مثل هذا الدليل، أو إبطال طريقية مثل هذا، أو تمجيزة أو تعذيرة، يأتي بعد ذلك لبيان أو يشير إلى ذلك لعل هذا الأمر يخطر في البال، ويشير أن هذا ليس من باب سلب منجزية القطع بعد حصوله، حتى يتبين هذه المسألة، باعتبار أن هذا الأمر مرتبط بحديث سابق، وهو الحديث الذي كان حول إمكانية سلب حجية القطع بعد حصوله، هذه القضية التي يعبر عنها بالقطع بالمجعول. وعلى هذا ذكرنا في الدرس الماضي أن هنا الحديث ليس عن القطع، يعني عن التدخل في قضية سلب الحجية عن القطع بالمجعول، بل هو مجرد ماذا؟ مجرد التدخل في سلب الحجية عن القطع بالجعل، المرحلة التي تسبق مرحلة الفعلية، باعتبار أن مرحلة الفعلية كما أشرنا يعني لعله في الدرس الماضي انطباق الأمر في هذه المرحلة انطباق قهري، يعني لا يمكن التدخل فيه. هذا إجمال ما تم التطرق له في الدرس الماضي. الأمر الأول الذي يجب الوقوف عنده، ما هو رأي المصنف في هذه القضية؟ المصنف كما هو رأيه ورأي رأي المشهور الأصوليين في هذه القضية، وهو أن مثل هذا الأمر في حد نفسه لا مانع منه من الناحية الإمكانية، لا محذور فيه من ناحية الإمكان، لا فرق في الأدلة، كل نوع من أنواع الأدلة كما أشير في في كلامه. بالنتيجة هذا الأمر يستند إلى أنه هل يحق للشارع المقدس أن يحدد الطرق والوسائل التي يمكن أن تكون حجة في في الوصول إلى الأحكام، أو لا يمكنه ذلك؟ قالوا نعم يمكنه ذلك، وهذا الأمر ليس أمرا جديدا وليس بدعة، باعتبار أن الشارع المقدس كما تدخل في جعل حجية خبر الثقة وسلب الحجية مثلا عن القياس والاستحسان وغير ذلك من الأمور التي ورد البعض برد من هذه الأمور التي ورد مثلا في الأدلة النقلية أنها ليست بحجة، من هنا يمكن لنا أن نقول بأنه هذا الكلام الذي يقع البحث مستندا إليه هو من باب أن للشارع حقا في تحديد وسائل الوصول إلى أحكامه الشرعية. إذا كان الأمر كذلك، هذا لا علاقة له، حتى ولو كان الدليل ماذا؟ الدليل قطعيا، وعند ذلك يمكن ماذا؟ التدخل في جعله موصلا، أو في جعله ماذا؟ في جعله ليس كذلك، ليس موصلا. من قبيل ماذا؟ من قبيل الفرق، من قبيل التمييز بين الحالتين، بين حالة كون الدليل هذا في حد نفسه كاشفا طريقا موصلا كما لو كان له صفة خاصة، وجعل الطريق الآخر الذي يكون موصلا له صفة خاصة، كان يجعل نقول مثلا الأدلة التي توصل إلى أحكام الشرعية هي الأدلة النقلية فقط، أما الأدلة العقلية فلا يمكن، بمعنى أنها لو كانت هي التي تقوم على الأحكام الشرعية فيمكن مثلا أن تغض النظر عنها، ألا ترتب عليها أثرا كما يمكن ذلك. وهذا الكلام
كما أشار أيضا ليس من باب سلب المنجزية، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن المنجزية يعني في حال حصولها، يعني في حال وصول الحكم الشرعي إلى مرحلة الفعلية، تقدم سابقا بأن سلب المنجزية والحجية عن القطع من أي جهة حصل مهما كان منشأه، هذا أمر ماذا؟ لا يمكن ماذا؟ لا يمكن للإنسان أو لعطل، لا يمكن للشارع أن يتدخل فيه، حتى وإن كانت ماذا؟ حتى وإن كانت تلك المقدمات مقدمات يعني عقلية. هنا باعتبار أن الحديث هنا لما يكون عن القضية والتفريق، يجب أن نقول بأن الحديث هنا ليس عن المرحلة التي يعبر عنها مرحلة القطع بالمجعول التي هي مرحلة فعلية الأحكام الشرعية، بل عن مرحلة جعل الأحكام الشرعية التي قد تصل ماذا؟ قد تصل إلى مثل هذه الحالة وهي مرحلة القطع. ما هي الطريقة التي يمكن الاستناد إليها؟ هذا في المقام الثاني. ما هي الطريقة التي يمكن الاستناد إليها في فعل هذا الأمر؟ وهو أن يجعل أو أن يجعل الشارع طريقا خاصا لوصول أحكامه الشرعية، ويغلق الباب عن بعض الطرق، ويقول مثلا هذه الطرق ليست ماذا؟ هذه الطرق ليست يعني ليست موصلة، وأنني أريد هذا الطريق بالذات لا دون يعني دون غيره. قالوا كما قال المصنف عن طريق التحويل، عن طريق التحويل. هذا التحويل يكون ماذا؟ عن طريق أن يحفل عند يعني أن يحول هذا الشارع، يحول الشارع بين أن تحصل فعلية للتكليف من خلال ماذا؟ من خلال تحويل القطع الذي يوجد في مثل هذه القضية من كونه طريقا للحكم الشرعي الفعلي إلى كونه موضوعا له، بأن يدخل عنصرا من عناصر يعني من العناصر المؤسسة المؤثرة ذات التأثير، العناصر المقومة فيه، تجعله ماذا؟ تجعله طريقا، لا أنه تجعله ماذا؟ مجرد تجعله موضوعا، لا تجعله ماذا؟ طريقا، مجرد طريق للوصول إلى الأحكام الشرعية. إذا كان الأمر كذلك، هذا الأمر يمكن من خلال هذه الحالة وهذا التدخل في هذه المرحلة، يمكن للشارع أن يجعل من خلال إبطال طريقية الدليل حتى ولو كان دليلا قطعيا، بتحويله من الحالة التي هو عليها إلى حالة الموضوعية، يمكن ماذا؟ يمكن أن يتدخل في هذه المرحلة ويبطل هذه الحالة وهي حالة التوصيل التي هي تكون حجة. لماذا؟ لأنه في حالة وصول الحكم الشرعي عن طريق عن القطع الطريقي، تكون قضية الوصول إلى الأحكام الشرعية وفعلية هذه الأحكام أمرا قهريا، يعني كأنه انطباق الجعل على موضوعه الذي يكون في الخارج، هذا أمرا قهريا لا يمكن للشارع ماذا؟ لا يمكن للشارع أن يتدخل فيه. نعم يمكنه أن يتدخل في المرحلة المتقدمة التي تمنع وتحول ماذا؟ والتي تمنع وتحول دون ذلك. فلو فرض أن الشارع المقدس قد جعل مثلا حرمة لشيء وعلم بمثل هذا الأمر، لا شك في أنه إذا حصل العلم بذلك وكان هناك موضوع خارجي، فإن انطباق الجعل على هذا الموضوع الخارجي لا يمكن أن يتدخل حتى الشارع المقدس في سلب حجيته وتأثيره ومنجزيته كما هو. ولكن لو فرض أن هذا الجعل عقد يعني جعل وقنن على أساس أن يكون فيه ماذا؟ أن يكون فيه موضوعية أدخلت فيه عناصر تحول دون وصوله ماذا؟ دون وصوله إلى هذه المرحلة، كما لو قلنا مثلا كما يشير بعضهم إلى كما قلنا بأنه أخذ في هذا الأمر ماذا؟ أن لا يكون طريق الوصول إليه مثلا طريقا عقليا صرفا فقط كما يقول المصنف. عند ذلك يمكن أنه لو اقتصر طريق الوصول إلى مثل هذا الحكم عن طريق العقل يقولون هذا ليس حج، نعم هو مجعول ولكنه ماذا؟ ليس بحجة، لأنه نحن نعلم بأن هذا، لكن بشرط أن يصلك الحكم عن طريق ماذا؟ يصلك الحكم عن طريق ماذا؟ عن طريق يعني الأدلة التي هي جعلت وسائل للوصول، لأن هذا الطريق الموصل هذا ليس طريق الموصل، أو هذا الدليل القائم ليس ماذا؟ ليس وإن كان قطعا لكنه ليس دليلا قائما. بعد ذلك في المقام الثالث الكيفية، يعني عندما يقال مثلا في الكيفية كيف يمكن لنا أن نبين ذلك؟ المصنف قال بأن يؤخذ عدم قيام الدليل الخاص. هذا عدم قيام الدليل الخاص يعني كيفية التعبير عن مثل هذه الحالة. نحن عندما نتحدث عن القطع فإن الحديث عن القطع يكون ماذا؟ الحديث عن القطع يكون من باب أنه لا يمكن
فرض وجود القاطع في مسألة من هذا القبيل دون أن يكون معه مرافقه ملازمه، وهو ماذا؟ وهو الحجية، باعتبار أن القطع حجة على كل حال كما هو معلوم. ولكن الحديث هنا ليس عن هذا القطع الذي عبر عنه بالقطع بالمجعول وهذه المرحلة التي مرحلة الفعلية، بل عن القطع الذي يسبق الذي هو يعبر عنه بالقطع في مرحلة الجعل. هنا عندما يأتي الإنسان ليسأل هؤلاء القائلين بإمكان التدخل من قبل الشارع لإبطال مثلا هذه القضية وطريقية الدليل أو دليليته هذه القضية بأي شيء، قالوا بأن يؤخذ عدم قيام الدليل الخاص، هذا عن حالة الفعلية التي تكون مع مثل هذه الأحكام. من المعلوم جدا أن المجعول في الأحكام الشرعية تابع في فعليته، تابع في فعليته إلى إلى فعلية قيوده. يعني لما يؤخذ في الحكم الشرعي في المجعول الشرعي، لما يؤخذ قيد من القيود، هذا القيد حتى يكون تكون له دخالة في وتأثير، يجب أن يكون ماذا؟ أن يكون لو أخذ وجوده مثلا قيدا، يجب ماذا؟ أن يكون موجودا حتى يكون هذا ماذا؟ حتى يكون هذه يعني فعلية لوجوده. لما تؤخذ مثلا الاستطاعة مثلا شرطا من شروط مثلا وجوب الحاج، يجب أن تكون ماذا؟ حاصلة فعلا. فإذا المجعول يكون تابعا لقيوده، بمعنى لفعلية قيوده. فلا يمكن للإنسان ماذا؟ أن يفترض كونه مثلا يفترض أنه مستطيع حتى يصبح ماذا؟ حتى يصبح مستطيعا. بل عليه ماذا؟ بل عليه أن يصبح مستطيعا بالفعل. هذا شرط من شروط ماذا؟ من شروط تأثير هذه القيود. هذه القيود يجب أن تصبح فعليتان حتى تكون هذه. لو أخذت هكذا، لو أخذت مثلا على نحو الوجود، يعني على نحو القيد الوجودي، وهكذا لو أخذت ماذا؟ لو أخذت على نحو القيد العدم، باعتبار أنه قد يؤخذ ماذا؟ قد يؤخذ عدم شيء قيدا في ماذا؟ في فعلية حكم شرعي. كما لو أخذ أن لا يكون الطريق إلى هذا الحكم الشرعي هذا الطريق بالذات، كما لو قال الشارع المقدس مثلا أنا أجعل هذا الحكم الشرعي حجة عليكم مثلا، أو أجعل مثلا الصلاة مشروطة مثلا بالوضوء، فيما لو كان ماذا؟ فيما لو كان الطريق الموصل لهذا الأمر مثلا طريقا سمعيا أو لا. يقول بطريقة المصنف ألا يقوم على ذلك ماذا؟ ألا يقوم على هذا الأمر، يعني على علاقة الملازمة بين الصلاة وبين مثلا مقدماتها وهي مثلا قبيل الوضوء، ألا يقوم على ذلك خصوص الدليل العقلي الذي هو مثلا العلاقة التي تربط بين المقدمة وذي المقدمة. هذه الحالة إذا أخذت بهذه الطريقة ماذا يحصل؟ عند ذلك يجب علينا ماذا؟ يجب علينا أن ننظر هل قام الدليل الذي يريده الشارع موصلا إلى فعلية هذه الأحكام، إلى إيصال هذه الأحكام إلى مرحلة الفعلية أو لا، حصل أو لم يحصل. إذا حصل عند ذلك يمكن أن تترتب على حصوله ماذا؟ فعلية الأحكام، فعلية المجعول. إذا لم يحصل فإذا الذي منعه من الحصول، مع أن الدليل الدال على مثل هذا الجعل هو دليل قطعي، من الذي حال دون وصوله؟ حال دون وصوله أخذ الشارع عدم قيام الدليل الخاص على مثل هذه القضية، وبالتالي حال دون فعلية المجعول. كيف حال دون فعلية المجعول؟ يعني كأنه قال بأنني أنا أعتقد أن هذا يعني أقول بأنه أنا أشرع هذا الأمر، ولكن أريده أن يكون حجة عليكم وواجبا عليكم بشرط أن يكون طريقكم إلى الوصول إلي طريق الوصول إليكم هو هذا الطريق بالذات، أو لا، أن لا يكون الطريق الذي يوصل إلى ذلك هذا الطريق الخاص. من هو هذا الطريق الخاص؟ أفرض أنه ماذا؟ أفرض أنه الدليل ماذا؟ الدليل العقلي، الدليل الذي يعبر عنه بالدليل الخاص والدليل يعني الدليل العقلي. من هنا يمكن لنا أن نقول بأنه لو كانت القضية، يعني لو كان الذي دل على الجعل الشرعي
دليل عقلي في المقام ودليل سمعي في المقام. نحن عندما ننظر إلى الدليل السمعي في المقام لا نجد ماذا مخالفا فيه، لا أحد يخالف بأن الدليل أدلة السمعية من الأدلة التي اتفقت عليها كلمات الجميع، بل ربما كلمة المسلمين. لكن في هذه في هذا المقدار من الأدلة وهو الدليل العقلي الذي يمكن أن يكون طريقا للوصول، وقع الكلام في أنه هل يمكن للشارع أن يمنع من الحكم المجعول، من فعلية الحكم المجعول من خلال تدخله بأخذ هذا الدليل الخاص وهو قيام الدليل العقلي مثلا على حكم شرعي؟ عدم هذا الأمر، بمعنى أن لا ينحصر كما يقال، أن لا ينحصر الطريق الموصل إلى الحكم الشرعي وفعليته في أي شيء في هذا الدليل العقلي. إذا أخذ هذا الكلام فكأن أخذ هذا الكلام من هنا أخذ هذا الكلام بهذه الكيفية بأن لا يكون الطريق الموصل إلى الأحكام، إلى الحكم الشرعي، إلى فعلية الحكم الشرعي هو طريق منحصر بالطريق العقلي، بل عليكم ماذا؟ إما أن تجمعوا بين الأدلة العقلية والسمعية، أو أن يكون الطريق الموصل هو الطريق ماذا؟ الطريق السمعي. لأنه هذا قد يأتي البعض هكذا، قد يسأل يقول باعتبار أن البعض من المعترضين على هذه القضية من قبيل بعض الإخبارية مثلا كالمحدث البحراني مثلا كالاسترابادي وغيره، هؤلاء عندما اعترضوا على هذه القضية هل منعوا من تدخل الدليل السمعي في حالة تدخل الدليل العقلي، أو منعوا من تدخل الدليل العقلي فقط؟ نقول لا، هم لا يمنعون من تدخل الدليل السمعي حتى وإن كان هناك دليل عقلي. هم يريدون ماذا؟ هم يريدون أن يكون الاستناد في فعلية الأحكام الشرعية إلى الأدلة السمعية. هسه هناك ما يقال زيد عليه، أضيف إليه دليل عقلي أو لم يضف إليه دليل عقلي، لا فرق في ذلك عندهم. بالنتيجة هم لا يعتقدون بفعلية الأحكام ما لم يكن الدليل السمعي قائما. إذا كان الأمر كذلك فمعنى هذا أن الأدلة السمعية إذا كانت أو الدليل السمعي إذا كان موجودا حاصلا فإن الإخباري يقبل ذلك، سواء كان الدليل العقلي موجودا أو لم يكن الدليل العقلي موجودا. فإذا على هذا الكلام لو كان الشارع يريد أن يتدخل وقال لنا إن الأدلة التي توصلكم وتجعل الأحكام الشرعية فعلية عليكم وواجبة أو محرمة أو ما شابه مشروطة بأن لا ينحصر طريقها ماذا؟ في الطريق العقلي، هذا التدخل ممكن في حد نفسه أو لا؟ يقول المصنف لا مانع بمثل هذا المقدار في أن يحول الأمر ماذا؟ يحول الأمر إلى صياغة، إلى كيفية يؤخذ فيها عدم الدليل الخاص. بالنتيجة إذا قام الدليل الخاص يكون نفس قيام الدليل الخاص حائلا دون حصول الفعلية. يعني لو فرض أن الدليل الخاص قام ماذا؟ الدليل الخاص قام على أن المقدمة وذي المقدمة بينهما ملازمة، هذه طريق عقلية. لو فرض أن هذا هو الذي قام، لو أخذ الشارع المقدس ألا ينحصر طريق فعلية الأحكام بالأدلة العقلية ألا يؤخذ ذلك، يعني أخذ عدمها شرطا وقيدا، فمعنى ذلك إذا أخذ عدمها شرطا فيجب ماذا؟ أن يكون عدمها فعليا، فعليا بأي شيء، بمعنى أنه لا يكون له التأثير الأساس حتى وإن وجد ماذا؟ بمعية الدليل السمعي، لا مشكلة. فعلى هذا لو قام الدليل العقلي على وجوب يعني على وجوب المقدمة من باب كونها مقدمة، يعني من باب العلاقة التي تربط بينهما بالخلال الوجوب الغيري باعتبار مقدمة وذي المقدمة، هذا لو قام كان بنفسه حائلا دون فعلية الأحكام في ذمة المكلف. لماذا؟ لأن أساسا الشارع ماذا قال؟ الشارع قال بأنه أخذت عليكم أن لا يقوم الدليل الخاص على هذا الحكم المجعول، وقد قام. إذن قيامه يشكل حائلا دون ماذا؟ دون فعلية الأحكام الشرعية. لماذا قيامه يشكل هذا القيام؟ لماذا؟ هل هذا القيام مطلقا يشكل حائلا؟ لا، نقول لا، ليس مطلقا. قيامه منفردا يشكل حائلا، أما قيامه بمبية الدليل السمعي فهو لا
لا يشكل فرقا. الإخباري إذن سيقبل بهذا الكلام، ولكنه لا يقبله مطلقا، لأنه إذا أخذ الدليل العقلي عدم إذا أخذ عدم الدليل العقلي في فعلية الأحكام الشرعية، سيكون قيام الدليل العقلي وحده على الحكم الشرعي حائلا دون ماذا؟ دون فعلية تلك الأحكام. لماذا؟ لأنه ما أخذ عدمه قيدا فيجب ماذا؟ أن لا يكون. وإذا وجد فعليه أن لا يوجد وحده، لأنه ماذا؟ لأن الشارع تدخل وجعل طريق الوصول وفعلية الأحكام الشرعية ما هو؟ الدليل السمعي أو الدليل السمعي بمعية غيره، لا مشكلة ما دام المستند الذي يستند إليه ماذا؟ هو الدليل السمعي. هذا يكون ماذا؟ كما يقول يعني زيادة خير لا مشكلة فيه، لا تأثير سلبي، يعني كأنه ماذا؟ كأنه الشارع عندما يريد أن يتدخل يريد أن يقول إذا كان دليلكم دليلا منحصرا في الدليل العقلي فهذا لا يجعل الأحكام فعلية في حقكم. نعم، إذا أردتم أن تكون الأحكام فعلية فعليكم أن تستندوا فيها ماذا؟ إلى الأدلة السمعية. فالأدلة السمعية هذه لو وجد معها الدليل العقلي يمنع يقول لا، لكن الدليل العقلي وحده لو قام كان بنفسه حائلا دون فعلية تلك الأحكام. لماذا كان بنفسه حائلا؟ لأن عدمه أخذ قيدا، ومن الواضح أن القيد العدمي يكون بوجوده ماذا؟ بوجوده العدم وبعدمه الوجود. بس هذه لعله خلوا في بال بعدمه الوجود، لأنه مأخوذ عدم، مأخوذ عدمه مأخوذ، فإذا عدم يكون ماذا؟ يكون من عدمه ماذا؟ طبعا لو قام دليل وهو عدم، قام الدليل وقد عدم، عند ذلك يكون من عدمه ماذا؟ من عدمه هذا الأمر. هذا هو المقام الثالث. بعد ذلك تعرض المصنف، هذا هو الذي أشرنا إليه، وهذه الكيفية. طبعا أشار مع ذلك المصنف إلى هذه القضية، وهو أنه لا يتوهم متوهم بأن هذا الكلام الذي نشير إليه وهو الحيلولة وما شابه، هو من نفس الطريق التي يعني التي أشير إليها سابقا من قضية أن مقدار حجية القطع ما هو، لا علاقة لذلك، لأنه هذا الحديث ليس في ذلك المقام أصلا. ذلك المقام مقام القطع بالمجعول، هنا في مقام مثلا القطع بالجعل. عندما نتحدث عن هذه القضية المرحلة التي تسبق مرحلة الفعلية، هل يمكن أن نتدخل لنضع كما نقول مثلا معرقلا للوصول؟ نقول معرقلا هكذا، كأنه يعني يمكن للشارع أن يضع مانعا في المقام أو لا؟ يمكن، لا يعني ذلك أنه لا هو يريد الحكم الشرعي ولكن يريده بطريقته الخاصة. أنا أريد أن تكون الأحكام الشرعية واصلة إليكم مثلا عن طريق ماذا؟ عن طريق الدليل السمعي، هل يمكن أن يقول ذلك؟ نعم يمكن ذلك. حسنا، أن تأتي بعد ذلك مسألة أنه يمكن ذلك إثباتا وثبوتا. من هنا قالوا مثلا كما قال المصنف بأنه من هنا أشار بعضهم إلى هذه القضية. طبعا نتعلم قبل هذا أشار المصنف إلى قضية هنا، وهي أنه هل مثل هذا الأمر وهو يعني وهو أن يؤخذ مثلا العلم الخاص هذا اللي هو عدم قيام الدليل من ناحية كونه مثلا مأخوذا في الجعل شرطا مثلا في المجعول هذا، أو أخذ العدم مثلا، هذا الأمر هل هذا الأمر يمنع باعتبار سابقا ورد سابقا بأنه لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يؤخذ شيء مثلا في قيد نفسه حتى لا يلزم الدور. سابقا أخذ مثل هذا الكلام في أول المباحث بأن الحكم الشرعي لا يجب أن لا يؤخذ ماذا في قيد يعني في نفسه حتى لا يصبح ماذا؟ لا يصبح الأمر ماذا؟ يصبح الأمر ماذا؟ دوري. لذلك ماذا يقول المصنف؟ يقول المصنف أنه سابقا أشرنا إلى إمكان ذلك، وهذا ليس من باب أخذ الشيء في حد نفسه أو في مثلا في يعني متوقفا على نفسه حتى يقال. نعم، لو كان المجعول مأخوذا يعني لو كان نفس المجعول مأخوذا، لو كانت القضية مثلا هكذا، لو كان نفس المجعول مأخوذا قيدا لكانت القضية ماذا؟ مثل ما يعني تقدم الحديث، وهو أنه يلزم من ذلك ماذا؟ يلزم من ذلك التوقف الذي يعبر عنه في المنطق به مثلا بالدور. لذلك يعني لو أخذ هذا يعني العلم بالمجعول قيدا في نفسه عند ذلك هذا
دور واضح بل دور مصرح كما يقولون. أما لو أخذ ماذا؟ لو أخذ علم مخصوص بالجعل شرطا في المجرم. التغاير في مسألة الدور ماذا يحتاجون؟ يحتاجون إلى التغاير. قالوا بل نكتفي حتى بالتغاير الاعتباري، هذا المقدار في هذه القضية موجود أو لا؟ يقول المصنف هذا المقدار موجود، بل وتقدم الحديث عن ذلك ماذا في الحلقة السابقة عنده، قال علم مخصوص يؤخذ ماذا قيدا لا مشكلة، خصوصا عندما تكون ماذا، عندما يكون مناط تحقق الدور غير موجود، عندما يكون ماذا، عندما يكون هناك ماذا، عندما يكون هناك يعني تغاير ثابت يعني حقيقة، بل هو حتى التغاير الاعتباري البعض ماذا، البعض يقبل حتى بالتغاير الاعتبار. هذا الأمر المقام الثالث. المقام الرابع أشار إلى أو الأخير الأمر الأخير في الحقيقة اللي هو لم يجعله مقاما، هو أنه أشار إلى ما أشار إليه بعضهم، وهو الكلام الذي ينسب ماذا، ينسب إلى الإخبارية بقوله وقد ذهب جملة من العلماء إلى أن العلم المستند إلى الدليل العقلي فقط ليس بحجة. هذا الكلام، وهو أنه بعد أن تبين لنا أنه من الممكن ماذا، أن يكون هناك تدخل، وهذا التدخل كما أشار إليه بعض العلماء يعني في رد الإخباريين، وكان شديدا في مكافحة كل ما أشاروا إليه في كلامهم، لأنه في الزمن الذي سبقه كان هناك رواج لأفكارهم. هذا الكلام بعد أن تبين أنه من الممكن أن يتدخل الشارع ليحول القضية ويحول القطع من طريق القطع الطريقي إلى القطع الموضوعي، ويمكن ماذا، ويمكن أن يؤثر ويعطي مانعا ومعوقا لوصول مثل هذه الأحكام من الناحية الإمكانية لا مشكلة، ونقلنا بأن هذا الأمر ممكن. لكن يقول هنا جاء هؤلاء الإخباريون وقالوا بأنه نحن لا نقبل كما يقول بعضهم، لا نقبل بتدخل العقل في شيء من الأحكام الفقهية عبادات وغيرها، لا سبيل إليها كما يقول المحدث البحراني إلا السماع عن المعصوم، لأن العقل قاصر عن الاطلاع عليه يعني على الأحكام الشرعية وما شابه ذلك. من هنا يقول العلماء ردا على هؤلاء، هذا الذي يقولون يعني هذا الذي يقوله الإخباريون إن تم تحويره، يعني إن تم ماذا، إن تم الجمع بينه وبين ماذا، وبين ما نحن بصدده هنا، بأن نقول لهؤلاء ماذا تريدون، إن كنتم تريدون هذه القضية وهو أنه المستند العقلي لا يكون حجة، بمعنى أن يتدخل المولى من هذه الجهة من الناحية الإمكانية، يتدخل ويعطي يعني ويعطي للمكلف طريقة، هذه الطريقة تمنع من الاستناد. هذه القضية إن أردتم أن يتدخل الشارع ليجعل أن الطريق الذي يوصل ليس طريقا موصلا إلا إذا كان ماذا، إلا إذا كان الدليل السمعي مثلا موجود وحده أو لا، وإن أردتم لا، إذا أردتم لا بأنه أن بعد ذلك أن تجعلوا للحجية يعني تجعلوا الحجية لا قيمة لها حتى وإن كانت ناشئة، حتى وإن كانت يعني هذا يعني غير متحصلة، حتى على هذه الطريقة، حتى عن طريق التحويل إلى من الطريقية إلى الموضوعية، كذلك ما عندنا مشكلة. تريدون هذا، تريدون ذاك، لا مشكلة. هذا التدخل بهذا المقدار لا مشكلة أساسا. ولكن المشكلة ليس في التصوير، المشكلة ماذا؟ في عالم الإثبات، لأنه عندما يأتي هؤلاء ليتحدثوا عن المن، لماذا يتحدثون عن المن؟ لأن طريقتهم منهجهم يقوم على أساس ماذا؟ عدم قبول كل ما له ماذا؟ كل ما له مدخلية بالعقل، على أساس أن له مدخلية في ثبوت الأحكام الشرعية. على هذا ماذا يقول لهم الأصوليون؟ يقول لهم الأصوليون إذا كنتم تريدون أنه ليست الأحكام الشرعية مقبولة إلا إذا كانت مستندة إلى الأحكام السمعية، النصوص الشرعية من الآيات من الروايات، هذا المقدار يمكن لنا أن نصور، نقول بأن الشارع يتدخل ويمكن عن طريق ماذا؟ عن طريق التحويل مثلا من الطريقية إلى الموضوعي لا مشكلة. لكن الحديث كل الحديث ليس في طريقة التصوير وطريقة الإمكان، الحديث كل الحديث في طريقة الإثبات، لأن القضية من الناحية الإمكانية ممكن،
ولكن ليس ما يصور إمكانا يجب أن يكون واقعا بالفعل. أنتم كأنه ماذا؟ كأنه تقولون بأنه ما دام الأمر كذلك، ما دام هذا من ضمن سلطة، يعني من ضمن سلطة الشارع المقدس، فقد تدخل الشارع المقدس. هسه المصنف يقول هكذا، يقول بأنه يعني لا دليل على التقييد إثباتا. طبعا هسه هذا الدليل على التقييد إثباتا هذه كأنها فتوى، باعتبار أن المصنف كان عليه ماذا؟ كان عليه أن يعرج ولو تعريجة بسيطة على مثل هذه القضية، كأنه ماذا؟ لأن الإخباريين لم يقولوا بهذه المقولة وكفى، يعني لم يجعلوها معلقة في السماء. هذه المقولة قالوها وأعطوا معها أدلتها، قالوا بأنه توجد روايات وتوجد أدلة سمعية قائمة صريحة على ماذا؟ على عدم جواز الاستناد على أي أمر له علاقة بالعقل، والعقل لا مدخلية له في هذه القضية. فعندما يقول المصنف ولا دليل على هذا التقييد إثباتا، إن أردنا أن يعني إن أردنا أن نفهم هذه العبارة ونقول بأنه ينفي وجود الدليل، فهذا كلام غير دقيق. لماذا؟ لأنه في الحقيقة يوجد دليل وأدلة، حتى كما يقال حتى الأصوليون يقبلون على الإخبار فقط، من قبيل أن الدين لا يصاب بالعقول وهكذا، هذا حتى الأصولي يقبله. ولكن كان على المصنف أن يقول كلمة أكثر صراحة، وهو أنه لا يوجد دليل يمكن أن يفسر بهذا التفسير الذي يوافق هذه المرحلة الثبوتية فقط. أما دليل إثباتيون فهو موجود، بل هم جاءوا بعشرات ربما عدد من الروايات التي تدل ماذا؟ تدل على هذا المقدار. لذلك نفي الدليل على التقييد من الناحية الثبوتية، هذا النفي إن كان المقصود منه نفي صرف الدليل مقبولا أو ليس بمقبول، دالا أو ليس بدال، واردا أو ليس بوارد، فهذا الكلام ليس دقيقا. وإن كان لا المقصود أنه لا دليل يتناسب مع مثل هذه الدعوة ويثبتها على خلاف ما نقول، هذا ممكن ماذا؟ يمكن أن تصور على أساسي واضح له، يقصد في هذا التقييد لا، هو يريد أن يقول أنه يوجد أدلة على الإثبات كما توجد أدلة على الثبوت، يعني أدلة على الثبوت يعني أدلة إمكان الأدلة على الثبوت أو لا توجد على هذا التقييد. هو لا دين الله لا يقاس بالعقول، هذا تقييدك. العقول يعني شنو؟ يعني ما تعطيه العقول، هو مو العقل، ما تعطيه العقل، تعدل دل العقلي. أو هذه عبارة لعله وسلعله، يقول مثلا لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وحج دهره وتصدق بجميع ماله ولم يعرف ولاية ولي الله، فيكون أعماله بدلالته فيواليه، وما كان له على الله ثواب بغير ولي الله ما أفطره. ثاني، من دان الله بغير سماع من صادق فهو كذا وكذا، إن دين الله لا يصاب بالعقول وهكذا. هذه كلها تقول بأنه يجب أن تأخذ من الشارع، من ولي الله، شارع أو من يمثله، طبعا واضح تأخذ من ممثل الشارع. هذا دليل، لكنه هذا دليل ليس ناهضا. فهذا كان المفروض ماذا؟ كان المفروض أن يقول مثلا كما هناك في أدلة النهي عن التعبد بالظن، كان هذا تعريج عرج عليها يعني عرج على الأدلة، ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك نفيت دلالته، لا مشكلة. كان المفروض يعرج عليها ثم بعد ذلك ينفي دليليتها في المقام، لا مشكلة. أما نفي دليليتها مباشرة كأنه ما لا يوجد دليل، هذا لا يوجد دليل، هذا كما يقال يعني كما يقال آخر الكلام ليس أول الكلام. على كل حال بس على هذه الطريقة يعني لا مشكلة. نحن نقول بأنه يوجد تفسير للقضية، ولكن هذا التفسير يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مؤونة. نقول بأنه يريد هذا لا دليل ناهض، ولا دليل في المقام، يعني لأنه صرف الدليل موجود، بل هذا الدليل الذي هو حتى عند الأصوليين موجود، ولكن على كل حال هم يدخلونه ماذا؟ يدخلونه في باب آخر. قال المصنف كل نوع من أنواع الدليل حتى لو كان قطعيا يمكن للشارع التدخل في إبطال حجيته، هذا اللي هو القضية الإمكانية يعني الأصل، وذلك عن طريق تحويله من الطريقية إلى الموضوعية، بأن يأخذ عدم قيام الدليل الخاص على الجعل الشرعي، يعني
عدم انحصار الدليل الموصل إلى الحكم الشرعي بالدليل العقلي مثلا، هذا طريقة في موضوع الحكم المجعول في ذلك الجعل، فيكون عدم قيام دليل خاص على الجعل الشرعي قيدا في الحكم المجعول، قيد. إذا كان قيد وهو عدم، يجب أن يكون ماذا؟ يجب أن يعدم، واضح؟ فإذا قام يعني على خلاف، على خلاف الجعل الشرعي، فإذا قام يعني يعني كان على خلاف ما جعله الشارع، الشارع ماذا جعل؟ جعل عدمه طريقا يعني موضوعا، جعل عدمه موضوعا للتنجيل. إذا قام هذا الدليل، يعني لما يقال إذا قام هذا الدليل ماذا يقصد؟ يعني إذا قام وحده. فإذا قام الدليل الخاص على الجعل الشرعي انتفى المجعول. ما هو المجعول؟ اللي هو المجعول الذي أخذ عدم الدليل الخاص قيدا فيه، انتفى، لأن هو قام، المفروض هو ماذا؟ أن لا يقوم، أن يعدم. فإذا قام الدليل الخاص على الجعل الشرعي انتفى المجعول بانتفاء قيده، وهو عدم الدليل، وعد عدم قيام الدليل الخاص. قال وما دام المجعول منتفيان، هل هناك منجزية دون مجعول؟ قال فلا منجزية ولا معذرية، وليس ذلك من سلب المنجزية عن القطع بالحكم الشرعي، بل هذه من طريقة الحيلولة المانع، بل من الحيلولة دون وجود هذا القاطع، لأن القطع المنجز هو القطع بفعلية المجعول لا القطع بمجرد الجعل. هذه مرحلة وهذه مرحلة، لا ينصرف الذهن إلى أنه يوجد ماذا؟ يوجد تهافت بين هذا الكلام وما تقدم من أن القطع حجة بأي منشأ صار، كما تقدم في بعض المباحث السابقة وحتى في المرحلة السابقة اللي هو في الحلقة الماضية. لذلك قال ولا قطع في المقام بالمجعول وإن كان القطع بالجعل ثابتا، لا مشكلة، غير أن هذا القطع الخاص بالجعل بنفسه يكون نافيا لفعلية المجعول. لماذا يكون نافيا؟ يكون نتيجة لتقيد المجعول بعدمه، لأن الشارع ماذا صنع؟ جعل عدم هذا الأمر ماذا؟ قيدا. إذا قام كان بنفس قيامه نافيا مانعا. قال وقد سبق في أبحاث الدليل العقلي في الحلقة السابقة أنه لا مانع من أخذ علم مخصوص بالجعل شرطا في المجعول أو أخذ عدمه قيدا في المجعول، ولا يلزم من كل ذلك دوره. لماذا؟ يعني قد واحد يقول هذا أنه هذا ما بأخذ شيء في حد نفسي، في يعني يعني في حد نفسي دوره، توقف المجعول على المجعول، أخذ المجعول في نفس المجعول، في تحقق المجعول، فيكون دور واضح. يقول لا، هذا أمر وهذا، المغايرة مأخوذة، كأنه ماذا؟ العلم المخصوص بالجعل شرطا في المجعول، والمغايرة هنا حقيقية لا اعتبارية، ويكفي حتى التغاير الاعتباري في المقام، لأنه في الدور يقولون حتى التغاير الاعتباري يكفي في المقام. يقول وقد ذهب جملة من العلماء إلى أن العلم المستند إلى الدليل، حتى جملة من العلماء ما أدري في الحقيقة هذه العبارة شوية، كلمة جملة هي مشكلة، لأنه أساسا هي العبارة يعني جملة كبيرة، البعض منهم يعني يحاول أنه يقول منسوب أو ما شابه، يحاول أنه يخصها ببعض، حتى لعله ماذي، لعل المصنف الناظر إلى قضية، وهو أنه الشخص الذي تعرض للقضية هو كبير هذا المذهب اللي هو المحقق البحران، فلعله يعني لمقامه ولأنه من الممكن أن لا يكون كلامه كأنه ماذا، كأنه كلام المذهب، قال له قد تكون من هذا الباب، أن المصنف قال بأنه من المعقول مثلا أن يكون مثلا كلمة في الأصول يقولها الشيخ الطوسي مثلا ولا يكون معه يعني حصة من أصحاب من مذهبه يقولون بذلك، فكأنه هكذا، فلأنه بالتدقيق يعني لا، كلمة الجملة تدل على مثلا على يعني حصة كبيرة من الأشخاص. هذا الكلام قد يكون من هذه الجهة باعتبار المحدد البحراني هو من تعرض لمثل هذه القضية، ومعه طبعا يعني الاسترابادي وغيره. قال وقد ذهب جملة من العلماء إلى أن العلم المستند إلى الدليل العقلي فقط ليس بحجة، فقط هذه باعتبار أنه ماذا؟ أنهم يرون أنه فقط بدون السمع، لو كان السمع معه لكان القضاء ماذا؟ لكان الأمر هينا. وقيل في التعقيب على ذلك إنه إن أريد به تحويله من طريقي إلى موضوعي، الطريقة التي ذكرناها يعني بهذه الطريقة ممكن أو لا، بأن يكون عدم العلم العقلي بالجعل قد أخذ قيدا في المجعول فهو ممكن ثبوته. الشارع يقدر يدخل بهذا التدخل، يقول نحن ما عندنا مشكلة، الشارع هو صاحب الشرع ويقول مثلا هذا شرعي وأريد أن يوصل بهذه الطريقة،
يستطيع أو لا يستطيع؟ يقول يستطيع، لكن بالنتيجة حصل مثل هذا الأمر. يقول المصنف ولكن لا دليل على هذا التقييد إثباتا. الإخباريون ماذا يقولون؟ لا، يقولون ثبوتا وإثباتا. ثبوتا لأنه هو صاحب الشارع، وإثباتا ماذا؟ طبعا ما يحتاجون الصلاة ثبت إثباتا بعد ثبوتا ماذا واضح، لأنه هذه قضية كأنه يقول هذا بعد فعلية الأشياء، واحد يسأل عن الإمكان وعدم الإمكان. بعد الإمكان يعني أدل دليل على الإمكان هو الفعلية، ولكنه لا دليل على هذا التقييد إثباتا، وأنيد به سلب الحجية عن العلم العقلي بدون التحويل المذكور. يقول مصنف لا، هذا ما ممكن. نحن طبعا بقيت هذه القضية على هذا التصوير كما يقال، على هذا التصوير أنه إن كان هذا المراد أو كان ذاك المراد. يعني كأن البعض هكذا، كأن البعض يريد أن يقول بأن القضية لا تحتاج إلى مصادمة مباشرة. يعني يمكن أن نقول إذا كان هدفكم هذا فهذا، ولكن يعني الذهاب إلى كلماتهم ألا يفهم منه إن كان مقصودهم مثلا هذا التحوير، يعني هذا التحوير، لأن هذا كأنه تحوير، كأنه سيارة تحور إلى 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 من حال إلى حال. هذا التحوير يقبلون به هم أو لا يقبلون؟ لأنه إن كان هذا الكلام ردا عليهم، فالرد يجب أن يكون مقبولا من الطرف الآخر، وإن لم يكن ردا. على كل حال لسه بالنتيجة، يعني هذا الكلام هم يقبلونه اصلا، يقبلون مثل هذا الكلام، هم يقبلون بمثل هذا التصوير اصلا، التصوير كله لا يقبلون. اذا كان لا يقبلون بالتصوير فكان هذا تمييع للقضيه، يعني غير مفروض. الاخباريون يقولون ما لم يكن الدليل دليلا سمعيا لا مشكله، لا قبولا، لا قبول. في اي مرحله مثلا نفرض هكذا بعد هذا الكلام كله، يعني هذا مثل ما واحد يريد يبحث عن قضيه وبعد ذلك خاف انه يبحث عنها، بعد ذلك عدم بحث عنها لا يعني لا يميع القضية. نعم البعض قد يفهم من هذا بأنه ترى خلص القضية تعرض لها وانتهت، لا لم تعرض لها وانتهت، ولكن بالنتيجة هو لم يصل إلى الحدود الدنيا، يعني الأساسات اللي هي يعني وقع عليه الكلام. قال لأن القطع الطريق لا يمكن تجده عن المنجزية والمعاذرية، وسيأتي الكلام عن ذلك في بحث الدليل العقلي إن شاء الله تعالى. الحقيقة هناك المصنف يتعرض لمثل هذه القضية في بعض التعرض. بعد ذلك يعني يقول تقسيم البحث في الأدلة المحرزة. يقول الأدلة المحرزة، طبعا الأدلة واضح أنه الأدلة نوعان، دليل عقلي دليل شرعي، دليل عقلي، والدليل الشرعي دليل لفظي، وهو هذه يعني الأدلة الآيات والروايات. الدليل الشرعي يعني غير اللفظي اللي هاي يعني شلون يعبرون عنها، فعل المعصوم، ترك المعصوم، ما شابه. والبحث في الدليل سارة في تحديد ضوابط عامة لدلالته، كيف يدل على هذه القضية، كيف يدل الدليل كيف يدل، وأخرى في ثبوت صغرى حيثية صدورة وما شابه ذلك، والثالثة في حجية ظهوره. على هذا المنوال تجري البحوث في هذه الحلقة. الحقيقة يعني المصنف يريد أن يقول بأنه أنا سأجري على هذه الطريقة. هذه الطريقة هي أولا ليست من يعني ليست من المصنف، لأن يعني هذه الطريقة ليست من المصنف أصلا، بل هي الطريقة التي ذهب إليها المحقق الأصفهاني لعله، يعني تفيد من كتابه الذي ذكره يعني هو الأصول على النهج الجديد أعتقد في هذه القضية. إن شاء الله نتعرض لها سريعا، ثم بعد ذلك نبدأ بالمبحث الجديد وهو الدليل الشرعي، وهو تحديد دلالة الدليل الشرعي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.